السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتوقع أن يبلغ عدد المسجلين الجدد للانتخابات التشريعية والرئاسية أكثر من المليون، وأنه لا نية للهيئة في التمديد في آجال التسجيل. استعدادات مكثفة لتأمين زيارة معبد الغريبة السنوية بجربة، وتوقعات بتضاعف عدد الزائرين اليهود مقارنة بالسنة الماضية. الملك السعودي يدعو إلى عقد قمتين طارئتين عربية وخليجية في مكة لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت السعودية والإمارات مؤخراً. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أن الهيئة تتوقع أن يبلغ عدد المسجلين الجدد للانتخابات التشريعية والرئاسية مليون ناخب. يأتي هذا التصريح أثناء قيام الهيئة بنقل المواد الانتخابية الضرورية إلى سيدي بوزيد استعدادا للانتخابات الجزئية البلدية بسوق جديد، على أن يتم توزيعها على مكاتب الاقتراع قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع. ورقة الاقتراع، الحبر الانتخابي والخلوة وكل المواد الانتخابية وضعت في صناديق ليتم نقلها إلى سيدي بوزيد وتوزيعها على مكاتب الاقتراع ببلدية سوق جديد تحت حراسة الجيش الوطني، وذلك استعدادا للانتخابات البلدية الجزئية بالمنطقة بعد حل مجلسها البلدي في 28 من فبراير الماضي. هذا 31 صندوق فيهم يعني كل المواد الانتخابية وحتى المواد الحساسة منها، هذوما باش يتوجهوا اليوم إلى سيدي بوزيد ليتم توزيعهم 24 ساعة قبل، يعني نهار 24 باش يتم توزيعهم على مكاتب الاقتراع اللي هما 31 مكتب، باش نهار 25 ماي الأمنيين والعسكريين كي يمشيوا باش يباشروا عملية الاقتراع نتاعهم يلقاو المكاتب نتاعهم جاهزة للعملية، ونهار 26 ماي إن شاء الله باش تكون عملية التصويت لكل المدنيين في بلدية سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أكد أيضا أن الهيئة تتوقع أن يبلغ عدد المسجلين الجدد للانتخابات التشريعية والرئاسية مليون ناخب، 67% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. مؤشر إيجابي الرقم هذايا، معناتها تقريبا هو الرقم الثاني اللي عملناهم بعد 2011. تعرفوا أنه أكبر عملية تسجيل صارت هي في 2011، وهذه ثاني عملية تسجيل كبيرة تصير في سجل الناخبين. مليون يظهر لي وأنه رقم إيجابي وإيجابي جدا. كما أشار بافون إلى أنه لا نية للهيئة التمديد في أجال التسجيل، وأن 22 من ماي سيكون آخر موعد للتسجيل. اعتبر ممثلو فروع المنظمات الوطنية بجندوبة أن القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد الخميس الماضي بمقر ولاية جندوبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد هي قرارات من شأنها تلبية الحد الأدنى من مطالب الجهة والمساهمة في تجنيبها تذيل الترتيب في مؤشر التنمية. على إثر انعقاد مجلس وزاري بولاية جندوبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد واتخاذ جملة من القرارات لفائدة الجهة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، تباينت الآراء حولها، خاصة وأن الجهة قد عانت طويلا من التهميش وغياب التنمية، وشهدت في الفترة الأخيرة عديد التحركات الاحتجاجية على غرار اعتصام جندوبة تريد تنمية حقيقية. بالنسبة لخيمة اعتصام جندوبة تريد تنمية حقيقية، تعتقد أنه المطار اللي طلبناها تحقق الحد الأدنى منه، استجابت رئاسة الحكومة المطلب الأساسي اللي كنا طالبينه عقد مجلس وزاري ترأسه رئيس الحكومة بجندوبة مع جملة من القرارات اللي هما 57 قرار، نعتقد أنه هذاك الحد الأدنى. طوى نحن خدمتنا على أساس المتابعة مع السلطة الجهوية والسلطة المركزية في تجسيد القرارات هذه، وكان أمكن فما ما نضيفه في حدود إمكانيات الدولة، نحن مازلنا نطلب وجندوبة مازالت تستحق أكثر تنمية. تنظر للعنقود اللي تقسينا فيها وتحرمنا منها وتظلمنا فيها، العقود من 56 العقود السابقة، تشوف هنا احنا كيفاش نعيشوا، نجم نقول الحق شيء الأدنى، وإن شاء الله ما أول خطوة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. المنظمات الوطنية بولاية جندوبة وفي مقدمتها الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكدوا أن 57 إجراء التي وقع الإعلان عنها خلال المجلس الوزاري هي إجراءات هامة في مجملها في انتظار تفعيلها على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بتزويد الجهة بالغاز الطبيعي لما له من فوائد إيجابية على القطاع الصناعي عموما. أعتقد أنه إحنا كاتحاد جهوي للشغل بجندوبة أنه القرارات هذه تعتبر الحد الأدنى المطلوب
جات بعد جهد، بعد ضغوطات، بعد مشاورات وتنسيق مشترك بين المنظمات الوطنية فروعها الجهوية. نعتقد أن في منها الوقت الحاضر ثم نواقص عديدة، لأنه جندوبة في منها ما يقارب 60 سنة منها من الأقصاء، 60 سنة في غياب التنمية، في 60 سنة بدون رؤية استراتيجية. مش سهل أن في منها بيستنهض بين عشية وضحاها. الإجراءات في مجملها باهية، خاصة في ما يخص الزون اندستريال، المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجستية، وكذلك الغاز دو فيل اللي هو معناها احسن عنصر اللي باش يشجع الاستثمار في الجهه. في انتظار تفعيل جمله هذه الاجراءات المتخذه لفائده ولايه جندوبه، يعد الجميع وخاصه المجتمع المدني بمتابعه هذه الاجراءات حتى تحقق اهدافها. تابع وزير الداخلية هشام الفراتي البارحة استعداد الوحدات الأمنية بشريا ولوجستيا لتأمين الزيارة السنوية لمعبد الغريب اليهودي بجربة، وقال الفراتي إنه تم اعتماد خطة أمنية محكمة لضمان نجاح هذه التظاهرة وغيرها من المناسبات، سيما وأن زيارة هذا العام تطرح تحديات منها اقترانها بشهر رمضان، وتوقعات باستقبال الكنيس اليهودي الغريبة ما لا يقل عن 7000 زائر، أي ضعف زوار السنة الماضية. تمركز للوحدات الأمنية والعسكرية بمحيط معبد الغريبة، فانتشار في أحواز مدينة الرياض في مختلف النقاط ليتوسع التواجد الأمني على كامل الجزيرة بمدخليها طريق الرومانية أو عبر البطاح بوضع آلة سكانير من أجل التفتيش الدقيق. استعدادات أمنية مكثفة عينها وزير الداخلية مع انطلاق جربة في استقبال زوارها من الديانة اليهودية. التركيز الأمني المتكون من مختلف الوحدات المنتشرة على الميدان، من أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنية وجيش وطني، تخدم في تناغم وانسجام. وبالطبع هذا الاستعداد رو ماهوش اليوم، وإنما منذ لا يقل عن شهرين التالي، معناها يقع عقد جلسات سواء معناها على مستوى المركزي وكذلك الجهوي لوضع خطة أمنية محكمة، بالطبع يقع تطويرها بهذه المناسبة. تقنيات لوجستية متطورة وموارد بشرية من كل الاختصاصات الأمنية والعسكرية سيكون لها الدور الأساسي لتأمين كامل فترة زيارة الغريبة، فنجاح هذه التظاهرة الدينية يرتكز بالأساس على النجاح الأمني. جربة براتيك ما باش تكون معبية ونيفو نزل، براتيك فما وتلة اللي ما عادش كومبلي، ما عادش تاخذ الحز، وهذا يبين على بالتوانسة اللي عندنا. بيصير الشيفر 6-7000 معناها باش ان شاء الله نوصلوا لهم، وهو ضعف على العام اللي فات. ووسط كل هذه الاستعدادات الأمنية التي تعيش على وقعها جزيرة جربة، بدأ زوار معبد الغريبة يتوافدون لأداء احتفالاتهم الدينية، إذ من المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي 7000 زائر، عدد سيبعث بمؤشرات إيجابية للموسم السياحي بالجزيرة. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأحد أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الخارجية الليبي اليوم الاثنين. يأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر منذ 4 أبريل الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، لكن قواته تواجه مقاومة شديدة من طرف قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. في ظل تصاعد الأزمة بين السعودية وإيران التي تنذر بنشوب حرب في المنطقة حسب المراقبين، دعت الرياض إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية لبحث الهجمات الأخيرة التي تعرضت إليها منشآتها النفطية وناقلة نفط بساحل الإمارات، مؤكدة أنها ستبذل كل جهودها لمنع قيام حرب مع طهران. في خطوة تهدف إلى منع زعزعة الاستقرار في المنطقة واحتواء الأزمة مع إيران، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل جبير اليوم أن الرياض لا تريد حربا مع طهران، مؤكدا أنها ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب في المنطقة، ولكنها مستعدة للرد بكل قوة وحزم عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط ومنشآت نفط سعودية الأسبوع الماضي. وأضاف الجبير أن الكرة الآن في ملعب إيران، وفي الوقت ذاته تؤكد أنها في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم، وستدافع عن نفسها ومصالحها.
وأمام تنامي المخاوف العربية والدولية والقلق الشديد من تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تحمله في طيتها من مخاطر على المنطقة بأكملها، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة في 30 مايو الجاري لبحث تداعيات الأزمة. وفي هذا الشأن أيضا نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف احتمال اندلاع حربا في المنطقة. في المقابل هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، مما يزيد في القلق من احتمال نشوب حرب بينها والولايات المتحدة. كما أعلنت البحرية الأمريكية إجراء مناورات في بحر العرب بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها واشنطن مؤخرا إلى منطقة الخليج في إطار مواجهة التهديدات الإيرانية. معرض لمسات للإبداع التلمذي بالمنستير مثل تتويجا لمجهود التلاميذ طيلة السنة الدراسية في عديد المجالات العلمية والفنية، وأيضا فرصة لاكتشاف المواهب وصقلها. لمسات عنوان المعرض التشكيلي 6 للإبداع التلمذي بالمدرسة الأعدادية النموذجية بالمنستير. هنا الألوان والأشكال كانت محملا ليعبر التلاميذ عن أحلامهم وعالمهم. من 6 أيام دعمني أستاذي المسيح حسام بالرسم وتغرمت به معناتها وعجبني، ولازم نعبر به على مشاعري وعلى الطبيعة وعلى كل ما في مخي. كي نرى مثلا كالعباد الكل كيشوفوا خاصة يعني كيعجبوهم دبلويتي نفرح، خاطر أني لا بانتور سي ما باسيون يعني مليانة صغيرة. لوحات فنية توجت سنة دراسية من العمل والتأطير. كل عام نقوموا بمعرض نفرحوا بالتلامذة نثمنوا أعمالهم، وهذا طبعا وجه آخر من وجوه الحياة المدرسية اللي يلزم تقوم عليها كل مؤسسة تربوية. التلميذ هو اللي يحب الشيء هذا يقبل عليه، نحاول باش نأثروه من خلال جوانب التقني وكذلك هو في اختيار الموضوع إلى غير ذلك. نجيو كأولياء باش نشجعوا التعبيرات الفنية الطفولية، والحقيقة معناتها الخدمة الكل على الطفل، الطفل اللي هو يمثل المستقبل، لأن كيف نزرعوا فيه القيم الجمالية هذه والقيم الإيجابية يخلينا نأسوا للمستقبل يكون أفضل. قريت با تابلوات وقلت مدامني ولده خان تبع ثنية متاعو. الموسيقى والروبوتات كانت أيضا حاضرة، فالامتياز والمثابرة عنوانهم. نتعبوا عام كامل باش نعملوا تابلوات مزيانين، وقال نتعبوا في الفيولون ولا حاجة تحسها ثمرة معناها، ولا فخوية طلعت من النجاح متاعنا. خدمة استمرت على كامل عام كامل، بدي بتيت أبليكاسيون حتى نوصلوا لصناعة روبو. عنا لنا دو شاسي، بون هاش، كارت أردوينو، كات بلوتوث باش نتحكموا به بالبلوتوث بالتليفون، بريد بورد، وعنا كات موتور باش نسهلوا العملية ويولي دفع رباعي. سنة دراسية أوشكت على الانتهاء، كللت بأعمال برام يحدوهم الأمل بمستقبل أفضل. إلى أجواء المهرجانات الآن التي تأخذنا إلى مدينة قربة في مواكبة للدورة الثانية لمهرجان المدينة ليالي الأنس بقربة، في مزج بين اللوحات الفنية والاستعراضية وبمشاركة عدد من الفرق من تونس ومن الخارج. ليالي الأنس بمدينة قربة بلجت أضواؤها في ثاني دورات مهرجان المدينة الدولي، افتتاح أنارت لياليه لآلئ عربية في زخرف موسيقي دسم محامله نمارق ثقافية تراثية اجتمعت فالتحمت في جبة الفن بمدينة قربة. افتتاح يضم 5 دول وتقريبا في الجملة 10 عروض فرجوية، هذه الدول هي تونس، الجزائر، مصر، فلسطين، المغرب، سوريا. الفرقة تأسست من تقريبا 3 سنين بدعم من سفارة دولة فلسطين ومن هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. احنا اليوم جينا على مهرجان قربة عشان نقدم العروض واللوحات، لا هي المرة الثانية اللي بنشارك فيها في مهرجان قربة. اليوم عندنا 4 لوحات جديدة حنقدمها وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور. هذه مشاركة ديالنا الأولى بمهرجان لمدينة قربة، وإن شاء الله إحنا جايين وجايين بأمل كبير نكونوا نعجبوا الجمهور ديال قربة ونشاركوا معهم فرحة ديالهم في هذا رمضان المبارك. المهرجان في فقرات افتتاحه راوح بين اللوحات الاستعراضية المختلفة، زاوج الفعل الموسيقي فيها إحداثات العصر بالتراث
فتناسق وما ضم فطورا عبر الفرق العربية الشقيقة. فكان الحدث مهرجان تقارب خلاله استعرض كل قطر مخزونه الثقافي، وتم تكريم عدد من الوجوه التونسية. ربي يتعدى مهرجان معناتها متألق إن شاء الله يا ربي ومنظم، وربي إن شاء الله يوفق الكل ما منه مسؤول على هذا المهرجان. يمثل تقاليد مدينة بلد الجزائر أكل من الشرق للغرب، ما يمثلوه أغنية تقليدية، لباس تقليدية، كل شيء. حفلة حلوة برشا وسمحة، عجبني كل شيء، الرقصة الفلسطينية وكل شيء. مهرجان رغم محدودية تمويلاته نجح في دورة كانت بمثابة تأسيس جديد، نجاح حتم دعمه لمزيد توسعه وانطلاقه دوليا فعليا. هكذا وصلنا نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتوقع أن يبلغ عدد المسجلين الجدد للانتخابات التشريعية والرئاسية أكثر من المليون، وأنه لا نية للهيئة في التمديد في أجال التسجيل. استعدادات مكثفة لتأمين زيارة معبد الغريب السنوي بجربة، وتوقعات بتضاعف عدد الزائرين اليهود مقارنة بالسنة الماضية. الملك السعودي يدعو إلى عقد قمتين طارئتين عربية وخليجية في مكة لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت السعودية والإمارات مؤخرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.